ديكور بالاداء هنا لانه مهم جدا. بس اسمحوا لنا تنضم الينا هاتفيا، واحنا قلنا ان عندها مونتاج للاسف ما قدرتش تكون معانا، المبدعه كامله ابو ذكري. يا استاذه مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير عليكم. مساء الخير للابداع. عليك انت والله. مساء الخير للابداع، وخليني احييكي تحيه كبيره قوي بنقلها لك ناس كتيره جدا، لانك بتقدمي نموذج للاجتهاد الجاد للعمل المحترم. بحييكي لان انت اخترتي طريق صعب جدا لكن اجتهدتي فيه بشكل كبير. تحيه كبيره ليكي قوي يا استاذه كامله والله. ميرسي جدا على زمان. دلوقتي مش عارفه تتكلم ولا جدا تتكلم يعني. طب انت نجمه رمضان السنه دي، اقسم بالله يا نجمه رمضان كل سنه. وعايز اقول حضرتك في ناس كتيره حتى ما تعرفش حضرتك على المستوى الشخصي او تعرف حتى كامله ابو ذكري. الاسم بقى خلاص دلوقتي كامله ابو ذكري. كامله ابو ذكري قعدتي الى هذه المهنه الدور الحقيقي ليها، يعني المخرج هو بطل في العمل. يعني كنا زمان واحنا صغيرين ده احنا كنا زمان نعتقد ان المخرج هو الممثله بتطلع تمثل والموضوع خلص. يعني كاملة أبو ذكري يعني بتغير كل المفاهيم. كنت أم حنونة لكن كنت شرسة وجادة أيضا، إيه الحكاية؟ يعني بص، هو الموضوع فيه كبير قوي، بقاله شهور طويلة. ويعني الحقيقة إن إحنا اشتغلنا كتير قوي، رحنا السجن الحقيقي كتير، قعدنا مع مساجين خرجوا عشان نعرف منهم تفاصيل الحياة في السجن. يعني احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نبقى يعني بجد، يعني مصدقين اللي احنا بنعمله، نبقى بجد دي ما نبقاش الحاجات واخدينها من بره او نتعامل معاهم ان هم مجرمين. فاحنا شخصيا مش حاكمين عليهم، بالعكس احنا انت روحتي يا استاذه كامله اسمحي لي لدراما الواقع، يعني كيف تجسد الشخصيه كما هي بكل تعقيداتها بعيدا عن فكره الادانه او التعاطف. يعني يعني احنا بالظبط احنا لا كنا على الشخصيه نفسها بنزين ولا بنقول تعاطف، احنا بنحكي حدوته مجموعه شخصيات ورا الاسوار دي. والحقيقه انا ومريم من البدايه كنا متفقين على حاجه، ان احنا هنقول يمكن في بعض الاوقات ساعات بيبقى السجن الحقيقي بره او المجرمين الحقيقي بره، او هم جزء من اللي خلى ان بقى في سجن او مخلى ان في الناس اللي جوه. يعني بصي، هو الموضوع اصله كبير ومعقد، وانا قاعده بقفل في حلقه 30 دلوقتي. الموضوع اخذ شهور طويله مننا، وفي طبعا بعض الحكايات حقيقيه، يعني قصص حقيقيه حصلت، زي مثلا قصه رضا اللي هي روبي، تقريبا قصه زينات نسرين نقدر نقول النص الثاني منها. صحيح. دي قصه حقيقيه اللي مش عايزه تخرج عشان تقدر تتعالج. المشهد الرائع بتاع النهارده انا كنت لسه بكلمها عنه قبل ما ندخل الهوا، لما رمت نفسها قدام الميكروباص عشان تقدر تدخل السجن وعينيها وهي داخله. يعني هو السجن بالنسبه لها رحمه، يعني عن بره. دي جمله مؤثره قوي والله، ان السجن يبقى رحمه عن الواقع بالنسبه لها. وفي برضه شخصيه حياه، يعني بصي كل شخصيه طبعا غاليه، وصابر ونواره دول حدوته كبيره، دلال بالعيله بانصاف، يعني بصي حواديت كتير دخلنا جواها، والصراحه تعبوني كلهم. تعبوكي بتشتكي؟ يعني شفتوا تعبتوها بصراحه يعني، بس الشخصيات مش احنا والحاجه المهمه اللي والله عايزه اقولها بجد، يعني من غير اي تزويق كلام، يعني استاذ جمال العدل ما فيش لحظه غير لما حسيت ان هو واقف معانا وان هو عايز الشغل يطلع بالشكل ده. يعني والعمل مكلف جدا، صحيح، لوحده مكلف جدا. ففي حاجات كتير قوي طبعا، عدد اللوكيشنز اللي احنا فيها، عدد الشخصيات، عدد الاماكن، يعني مسلسل ثقيل شغله، احنا تعبنا تعب. صحيح. اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا. كان في راي اتقال، في راي اتقال يا استاذه كامله، استاذ محمد خان، مش عارفه حضرتك تابعتيه ولا لا، يعني هو كان حاسس ان احنا بدأنا ندخل في دوامات كبيرة جدا مع الشخصيات، والحلقات بتعدي والشهر بيمر، هتخرجي من كل الدوامات دي ازاي؟ يعني زي حد فتح ابواب كتيرة جدا وهيجي في الاخر عشان يقفلها، كان الموضوع صعب. بصي، هو الحقيقة ان احنا مش لازم نقفل الابواب، يعني لو الابواب نفسها مش بتقفل،
فهي دوامه وبتحكي جواها. دوامه بالظبط. لانه في نوع من الدراما انت مش مطلوب منك انك انت توصلي لقفل الباب، انت ممكن تقفلي الفيلم او تقفلي المسلسل وانت لسه سايبه الباب مفتوح وتخلي المشاهد نفسه يفكر. بس بالرغم ان احنا في قصص كتير تقريبا يعني في لسه في ثلاث حلقات تقريبا، الثلاث حلقات دول الفيناله بتاعت كل الشخصيات. عايزه اسالك سؤال شخصي. الحلقات اللي جايين. عايزه اسالك سؤال شخصي، انت ابدعتي في ذات، بس تحسي ان ربنا سبحانه وتعالى اداكي نجاح مضاعف في سجن النساء؟ انت تعبتي في ذات وتعبتي في سجن النساء، بس تحسي ان هديه السماء الحقيقيه جت في سجن النساء النجاح؟ والله بصي طبعا يعني انا كنت متوتره جدا عشان لما نجاح ذات كان مخليني متوتره من الخطوه اللي بعديها. بس الحمد لله انا اعتقد ان الخطوه اللي بعديها يمكن خطوه اكبر من ذات. بالرغم ان انا ذات بحبه جدا عشان الفتره الزمنيه اللي بيتكلم عنها. بس هو سجن الناس علمني حاجات كتير قوي، يعني انا شخصيا خارجه منه عندي خبره معينه، يمكن لما اعدي قدام السجن دلوقتي ابص عليه من بره غير لو كنت من قبل ما ادخل المسلسل. في وجهه نظر عندي اختلفت. استاذ جمال كان بياكد على النقطه دي، ان احنا كان عندنا صوره نمطيه عباره عن حاجات كده متفرقه لا تدخل الى العمق، فكره السجن نفسه وفكره يعني علاقه السجانه بالمسجونه، علاقه رئيس المباحث بالمساجين اللي عنده، كلها كان حاجات كليشيه كده شايفينها من الافلام والبتاع، السجانه بتدخل اخرس يا بت وبتزعق. هناك هم عالم، في الفقير وفي الغني، في اللي لابسه جلابيه حرير غاليه جدا وفي اللي لابسه جلابيه كسطور تعبانه، في اللي بتاكل اللي بيجي لها من فول سيزون وفي اللي بتاكل من اكل سبيك، بتاكل شاي فول. يعني هو عالم بكل تفاصيله. لا واجمل ما في هذا العمل انه يقدم المقدمه اللي بتدفع هؤلاء للدخول الى السجن، ففكره يعني عكس اللي هو التصور العام انك هتحكي سجن النساء وايه اللي بيحصل جوه، لا حضراتكم بداتوا في هذا العمل بالمقدمات اللي بتقود هؤلاء في النهايه الى السجن. طبعا بس هقول لك حاجه، يعني انا بدايه انا ومريم متفقين ان احنا بنتكلم عن مجرمين، يعني في النهايه بس ايه اللي خلاهم مجرمين؟ ايه اللي خلاهم دخلوا عالم الاجرام وبقوا جوه سور السجن؟ انت مش عارفه هما مجرمين ولا من اجرم في حقهم للوصول بهم الى هذه النتيجه. يعني روبي مش معانا مثلا، بس اللي دفعها في النهايه الى السجن هي ماساه، نتيجه الاحتياج، نتيجه طبعا الالم الشديد، ودره ونسرين كمان، نسرين يعني تقدم طبعا صرخه في وجه المجتمع نتيجه الحاجه والعجز. يعني هو يعني المجتمع اللي احنا فيه بكل اشكاله، يعني حتى المهنه نفسها كل عنبر ليه الحدوته بتاعته، وحتى القتل. يعني انا بالنسبه لي كنت شفت واحده قتلت قبل كده كنت هترعب، يعني نفس الاحساس. انا قابلت ناس جوه السجن وتعاملت معاهم وهم كان جريمتهم القتل، اما تقعدي معاهم تتكلمي معاهم هم ما بيقولش ان هم ما اجرموش، بس ما تسمعي الحكايه ولو حطيتي نفسك مكانها اللحظه يعني ربنا يكفينا الشر. يعني عايزه اوقعك بقى في النجوم بتوعك واقول لك مين اللي فاجئك في هذا العمل. والله بصراحه مش عارفه اقول لك ايه، يعني كل حد فاجئني بحاجه، يعني بس ما اقدرش احدد حد معين. بس الجبهه يعني الدبلوماسيه احمد داوود انا كنت انا احمد بحبه جدا من زمان، من اول ما طلع وهو معايا فيلم يوم للستات. بس اول ما جه صابر طبعا كان في بيني كنت بفكر كتير قوي هل احمد يعمل صابر، لانه هو كان محطوط في وضع معين، الولد الجميل المؤدب، فانا كنت حاسه ان احمد عنده قدرات اعلى من كده بكتير، فطلعت الشر اللي جواه مرعبه. وحقيقي احنا محتاجين نجوم، يعني محتاجين وهو عنده يعني هو بيسبق قوي زياده، حتى كمان ساعات كنت بقول له ابوس ايدك يعني هتموت كده، يعني ف بيتفانى قوي في الاداء. يعني على حد معين طبعا نسرين امين ودره وهندي كريم وروبي ودنيا ماهر وكلهم، بس يمكن انا الصابر كان انا سعيده ان انا احمد
خرجته من جلبه، يعني حاسه ان دي حاجه تحسب لي وتحسب له احنا الاثنين مع بعض. صحيح، ده ابداع مشترك. ان هو ادانا احنا الاثنين الفرصه دي يعني. بس قفلي بقى في الحلقه ال 30 وخليكي رفيقه بينا عشان بس الدموع والانهيارات العصبيه. اشكرك الاستاذه كامله ابو ذكري. بس المهم عايز اقول كده ان انا عايز اشكر كل الناس بصراحه يعني. احنا اللي بنشكرك يا كامله والله. كل الناس بنشكرك. لانه لا نانسي عبد الفتاح وشيرين فرغل ووسام منتير وايمن عبد الحفيظ، مش عارفه اقول لك مين ولا مين، بشوي كاميرا مان يعني مريم، مجموعه كبيره انا من غيرهم ما كنت عملت حاجه يعني. شكرا شكرا ليك يا استاذه كامله، والف مبروك نجاح العمل. ونروح بقى معلش انا نبدا بالشيء.